السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع الفرق بين الاستغفار والتوبة. الاستغفار هو الاعتراف بالذنب وطلب المغفرة من الله تعالى على الذنوب والخطايا بأن يقول المسلم أستغفر الله، سواء كان في الصلاة أو بعد الصلاة أو أي وقت. الاستغفار إنه جزء من التوبة. قد يستغفر العبد ولم يتب. أما التوبة هو التغيير الفعلي في السلوك والتصرفات والإقلاع عن الذنب والشعور بالندم والحزن على ما فات وعدم العودة له وإصلاح ما يمكن إصلاحه وطلب المغفرة وتوجيه العقل والقلب نحو الله وترك المعاصي.